النهاردة هنتكلم عن دور أدس المجتمعي في تطوير وفي مساندة القطاع الطبي من خلال المبادرة اللي كانت تحت رعاية سيادة الوزير المهندس طارق الملا والمسماة بمبادرة إيد واحدة، ودي كانت في الحقيقة مبادرة جيدة جدا، وذلك لتدعيم القطاع الطبي في مواجهة أثار الكوفيد 19. في الحقيقة ما تعرض علينا الموضوع ده هوت على طول كانت الإجابة بتاعتنا طبعا احنا تحت أمر البلد، وده أقل واجب من ناحيتنا ان احنا نقدم المساندة دي اللي هي كانت دعم مالي من خلال شراء أدوات تساعد الطاقم الطبي على أنهم يقدموا الخدمة، وفي نفس الوقت أنهم يقللوا المخاطرة عليهم. وده في الحقيقة واجبنا كشركة، وإحنا سعداء أن إحنا كنا جزء منها لتقديم الخدمة للقطاع الطبي، لأن إحنا كأدس أحد أهدافنا هي مساندة المجتمع في مجالات مختلفة، سواء كانت المجال الطبي أو المجال الخدمي. في نفس الوقت بنخدم قطاع حيوي جدا هو قطاع البترول والطاقة، ولازم إن إحنا نبقى بنقدمه باحترافية عالية، والحمد لله لغاية النهاردة قادرين نقوم بدورنا، وسعداء إن إحنا نكون جزء يساهم في تقوية هذا المجال اللي هو مجال مهم جدا في الاقتصاد القومي والاقتصاد الوطني لجمهورية مصر الحبيبة.